مرحبا بكم مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة من ملفات. تحسين مناخ الاستثمار في مصر بات شعار المرحلة الحالية مع بدء عمل الحكومة الجديدة، فضلا عن إفساح المجال للقطاع الخاص وإزالة معوقات الاستثمار. والآن هناك الرخصة الذهبية، وبمقتضاها يحصل المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه، وهناك إجراءات إصلاحية بلغت نحو 171 منفذا، منها 144 إجراء في الفترة من مايو 2022 إلى سبتمبر 2023. حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من ملفات، ويسعدنا أن يكون معي في الاستوديو الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي. مرحبا بك بداية. أهلا بسيادتك. اسمح لنا قبل أن نبدأ الحوار نذهب إلى هذا التقرير. بعيد التقرير يبدأ الحوار. تبذل الدولة حزمة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمار في البلاد، إيمانا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية. وتتبنى الدولة في سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص العديد من المبادرات، منها وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية والرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، لتعكس حرصاً متزايداً على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة. ويعتبر القطاع الخاص شريك أساسي مع قطاع الأعمال العام والقطاع العام في الاستحواذ على حصص من الشركات بهدف تطويرها وتنميتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف دفع الاقتصاد الوطني. وقد عملت الحكومة على العديد من الإجراءات الإصلاحية والداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وبلغ إجمالي تلك الإجراءات نحو 171 إجراء إصلاحيا، شملت 144 إجراء نفذ خلال الفترة من مايو 2022 لسبتمبر 2023. وتركز جانب كبير منها على تشجيع القطاع الخاص الصناعي ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من هذه الإجراءات بواقع 27 إجراء إصلاحيا تتركز بشكل أساسي على تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلا عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج. وانطلاقا من إدراك الدولة لأهمية دوره في دعم الاقتصاد الوطني، تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006 لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال PPP بالشرق الأوسط وإفريقيا، مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010 الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي. مرحبا بكم في هذا العالم الجديد والنظام العالمي الجديد والذي يستدعي عقلية جديدة وحياة جديدة. أحد أبرز النقاط في هذا العالم الجديد هو الاقتصاد والاستثمار والتمويل. العالم كله يبحث في التميز في هذا الموضوع. هنا يدور سؤالي بداية لدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. ما هي أهمية الآن مصريا وعالميا في ظل عالم معقد جيوسياسيا وجيواقتصاديا أن نستثمر في مجال الفاينانشال أو في مجال التمويل؟ والله يا فندم، هو سيادتك بتطرح قضية مهمة جدا. احنا محتاجين التنمية شكلها ايه وبأرقام شكلها ايه والاستثمار اللي هيؤدي ليها شكله عامل ازاي. بداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا عندنا القانون 18 لسنة 2022 الخاص بالتخطيط العام للدولة، ده اللي الحقيقة معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد بذلت فيه مجهود ممتاز وصدر هذا القانون. انا بعتبره انه نقلة نوعية في التخطيط العام للاقتصاد المصري. من ضمن الانجازات اللي هذا القانون عملها انه بيلزم الدولة المصرية ان يكون لها وثائق، هذه الوثائق تخاطب بيها نفسها، تخاطب بيها شعبها، تخاطب بيها مجتمع الاعمال المحلي والعالمي.
من أهم الوثائق عندنا، عندي وثيقتين مهمين جدا بيحددوا الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، وأنا بعتبرهم وثيقتين ممتازين، ويعني إن شاء الله نمشي عليهم ونحقق نتائج ممتازة. الوثيقة الأولى هي وثيقة سياسة ملكية الدولة المعلنة في يونيو 2022. الوثيقة الثانية هي وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الرئاسية 24-30 اللي كان مجلس الوزراء أقرها. طب الوثيقتين دول بيتكلموا على أهداف التنمية الاقتصادية أو أهداف النمو الاقتصادي. بداية مصر هدفها في النمو الاقتصادي 7% للناتج المحلي الحقيقي سنويا. طب ما هو الناتج المحلي؟ الناتج المحلي هو مجموع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة في العام. طب ليه 7%؟ 7% عشان سيادتك لو عندك وديعة في البنك مثلا بألف جنيه، حاططها ب7% فايدة مركبة سنويا لمدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات هتتضاعف، هتبقى 2000 جنيه. و7% ده على فكرة كان هو هدف النمو في الناتج المحلي من أيام حكومة علي صبري في مصر في 62. وبنتكلم النمو الناتج المحلي أو النمو الحقيقي ليه؟ علشان لو حضرتك بتنتج مجموعة سلع وخدمات معينة في 2022 وفي 23 أنتجت نفس المجموعة، هيبقى النمو الحقيقي صفر، لكن ممكن نفس المجموعة دي في 2023 يبقى سعرها أعلى، فأنت كده حضرتك حققت نمو اسمي مثلا 10% 15% بمقدار زيادة أسعار نفس المجموعة دي، ولكن نموك الحقيقي صفر لأن سلعك وخدماتك المنتجة لم تنمو. طب أنا عشان أوصل ل7% سنويا في نمو الناتج المحلي الحقيقي، محتاج إن أنا معدل استثمار يساوي 25-30% من الناتج المحلي. طب ما هو معدل الاستثمار؟ الاستثمار هو إضافة سلع وخدمات إضافة أصول إنتاجية جديدة للاقتصاد، أو إن يجي حد من بره يشتري مشروع قائم بالفعل أو ينشئ مشروع قائم بالفعل. لو هو بينشئ مشروع جديد ده بيبقى اسمه جرين فيلد بروجكت، اللي هو زي كده مشروع رأس الحكمة، بيجي واحد من بره يحط فلوس عشان ينشئ مشروع جديد تماما. لو هو بيشتري مشروع قائم بيسموه براون فيلد بروجكت. الاثنين مهمين، يعني الجرين فيلد بروجكت طبعا بيعتبر افيد لانه حضرتك بتنشئ المشروع فبتشغل بقى كل شركات مواد البناء، شركات النقل، شركات التشغيل، ناس جديده بتشتغل. البراون فيلد مهم برضه اللي هو المشروع القائم بالفعل، لانه اولا بيدخل عمله صعبه، ثانيا هذا المستثمر من مصلحته ان هو ينمي ويزود هذا المشروع. طب 25-30% لازم نزودهم كل سنه في الاستثمار، بمعنى نزودهم كاصول انتاجيه جديده او تجي لي استثمارات من بره. طب انا معدل الاستثمار عندي يساوي كام؟ معدل الاستثمار في مصر في العام المالي المنتهي 30/6/2023 كان 13.5%، قصاد معدل الادخار 6.8%. معدل الادخار ده هو الجزء في الناتج المحلي الغير موجه للاستهلاك، وهو اللي بيمول الاستثمار. طب الفرق بيجي منين؟ الفرق بيجي من اما اقتراض خارجي او استثمار اجنبي. يبقى انا اذا دوري النهارده ان انا اضاعف حجم الاستثمار عن طريق استقطاب استثمار اجنبي لمضاعفة المعدل من 13.5 ل 25-30. انا بس عايز اقول حاجة، انه في 2024 لسه الارقام ما طلعتش، طبعا هتبقى اكتر من كده كتير علشان مشروع رأس الحكمة اللي هو ضخ 35 مليار في شرايين الاقتصاد. طيب دعنا نبسط الامور في المواضيع الاقتصاديه اكثر ونتحدث عن امور جذابه في هذا الموضوع، لان الاقتصاد اصبح تحدي وجاذبيه في ذات الوقت. لا شك ان ظهور التكنولوجيات وانفجار الثورات التكنولوجيه منذ العقد الاخير في التسعينيات ثم القرن 21 غير الحياه الاقتصاديه تماما. هناك اتجاهات عالميه ليس فقط في الذكاء الاصطناعي، لكن هناك في النانو تكنولوجي، الهندسه الوراثيه، الاقتصاد الرقمي، الاستثمار الرقمي، تكنولوجيا التمويل والفنتك والاتجاهات الجديده. باختصار، كيف تغير التكنولوجيات الاقتصاد اليوم، واصبحت التكنولوجيا اهم من الايديولوجيا او من الافكار؟ هي التكنولوجيا النهارده دي يعني حاجه امبيراتيف، حاجه لا يمكن الاستغناء عنها. ادي سيادتك مثال كنا بنتكلم فيه في الفاصل، انه الموبايل اللي في ايد حضرتك ممكن يكون ثمنه في السوق 10,000 جنيه، ولكن ثمن الخامات كخامات لوحدها كخامات مبدئيه مش هتلاقي اكتر من 50 جنيه.
الخامات يتعمل عليها ما لا يقل عن آلاف الخطوات آلاف الخطوات اللي هي قيمة مضافة عشان توصلها إلى الموبايل في حضرتك. هنا بنتكلم على مشاكل بقى كانت موجودة في الصناعة المصرية وفي هيكل الاقتصاد المصري، ومشاكل كرونيك، مشاكل مزمنة، والنهاردة الدولة بتحاول تحلها. الحقيقة السيد الرئيس السيسي من ساعة ما تولى هو بيحاول يحل مشاكل مزمنة في الاقتصاد المصري، من ضمنها إنه أغلبية الصناعات في مصر صناعات تجميعية، يعني أنا بستورد المكونات الرئيسية بالذات المكونات عالية التكنولوجيا، ممكن أضيف لها بعض المكونات قليلة التكنولوجيا وفي الآخر أطلع منتج. يعني مثلا أفضل مثال على كده صناعة السيارات، إحنا بنستورد الموتور، الموتور ده ما بنفكرش خلاص نعمله، الجسم الخارجي العربية بنستورد أغلبه، ممكن نعمل مثلا الأساس الداخلي العربية، الكراسي، الكنب، الجلود، الحاجات دي ممكن نعمل، بطاريات ممكن نعمل، الإطارات، الإزاز بنعمله وبنجمع العربية. طيب هتلاقي حضرتك أن تكلفة الموتور هي أعلى تكلفة في العربية لأن ده هو فيه التكنولوجيا كلها. أنا النهاردة لو عايز أوصل لهدف المئة مليار دولار تصدير عشان أوفر عملة صعبة تمكني من استيراد مستلزمات الإنتاج، تمكني حتى من استيراد الأساسيات، لازم نتجه إلى توطين مكونات الإنتاج. توطين مكونات الإنتاج أهمها توطين المكونات عالية التكنولوجيا. ليه؟ لأنه في النهاية زي ما قلنا الخامات حتى لو أنا فقير في الخامات دي مش مشكلة، لكن أنا غني بالبشر، غني بالبشر اللي يقدروا يعملوا هذه التكنولوجيا، الحرفيين، نعم، المهنيين. بس هؤلاء البشر بقى محتاجين لإيه؟ محتاجين لتعليم، محتاجين تدريب، محتاجين لاستثمار في هاي تك. مش بس كده، محتاجين أن أنا أعمل لهم كل السيت اب من أول التدريب، التعليم، التجهيز والإمكانيات عشان يبدعوا، لأن هؤلاء البشر هم نفسهم لما بيسافروا بره هم اللي بيشغلوا المصانع وبيشغلوا الجامعات وبيشغلوا الكلام ده كله. الفكرة انه بلد زي فيتنام احنا كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل بتصدر النهاردة بكام؟ 356 مليار دولار. هتلاقي ناس تقول لك ما هم فيتنام هي اللي بتعمل الملابس الرياضية والأحذية. لا انا اسف، فيتنام 356 مليار دولار في السنة، يمكن وصلوا 360 او 360، اغلب 54 مليار منهم اجهزة اتصالات، اكتر من 50 مليار دولار مايكرو تشيبس اللي هي رقائق الكترونية، 92 مليار دولار بتروح للولايات المتحدة الامريكية. النهاردة لو انا عايز اكبر اقتصادي لازم اروح للحاجات الهاي تكنولوجي. طب هنا في نقطة غاية في الوضوح لابد نكون يعني شفافين مع المشاهد الكريم، اذا الحرب العلمية الاقتصادية، العلم مش واحد في العالم، هناك تميزات موجودة من دولة لدولة، من جامعة لجامعة، من مكان لمكان، وهي حرب ما بين السوفت وير اللي بيمثله الذكاء الاصطناعي ان انت تخش في مجال الذكاء، او الهارد وير ان انت تخش زي تايوان في السيمي كوندكتورز. احنا عندنا هنا في مصر الماتيريال بتاع السيمي كوندكتورز او اشباه الموصلات في سيناء اغنية فيه جدا. التميز في رأيك ونحن نتحدث عن استثمار وإلى آخره في مصر، ندخل زي الهند في السوفت وير وإحنا عندنا بشر وكتير منهم بيسافروا برا وبيهاجروا برا، ولا ندخل في شراكة مع دول زي تايوان أو في تميز في الهارد وير، لأن إحنا عندنا تميز في سيناء في الرمال اللي هي بيصنع منها الموبايل، الكمبيوترز، السيارات الذكية، السيارات الكهربائية، صناعات الفضائية، صناعات العسكرية وإلى آخره. والله يا فندم هو إحنا يعني نشوف العالم نجح ازاي ونحاول نقلد التجارب الناجحة. عندنا بلد زي الصين كانت بدايتها الاول خالص، وفيتنام برضو كانت بدايتها في الاول خالص في عملية الملابس الجاهزة، الحاجات اللو تكنولوجي، الملابس الرياضية في عصر قديم، ثمانينيات القديم، صح. ولكن ده بيعمل ايه؟ انا يعني ببدأ اعمل تراكم رأسمالي، هذا التراكم الرأسمالي يمكنني من ان انا ابدأ استثمر في التكنولوجيا العالية. الاستثمار في التكنولوجيا العالية مهم، والاستثمار في التكنولوجيا العالية حتى كأمن قومي وكمستقبل اقتصاد مهم، ولكن انا برضو محتاج يبقى عندي تراكم رأسمالي. تركز على النقطة دي في تخصصك. نعم. التراكم الرأسمالي. نعم. هو ده اللي بيمكنني بعد كده ان انا استثمر واحط فلوس حتى في البحث العلمي، يبقى عندي فوائد اقدر استثمرها.
احنا عندنا منطقة قناة السويس الاقتصادية الحقيقة مرشحة ان هي تبقى يعني الهب او تبقى المركز الجذاب او القاطرة اللي هي بتسحب النمو في منطقة الشرق الاوسط. وعشان كده الدول كلها سواء الصين الهند شفنا تركيا شفنا البرازيل روسيا مهتمين بالاستثمار في منطقة قناة السويس. من ضمن المميزات التنافسية لمنطقة قناة السويس هي ان هذه المنطقة السلع والخدمات اللي او السلع ميلي اللي هي بتتنقل مثلا من الصين او من الهند بتروح جنوب اوروبا تتكلف نقل من اول الصين او الهند مرورا بقى بالمحيط الهندي البحر الاحمر لغايه قناه السويس. كل هذه التكلفه مش موجوده للسلع والخدمات المنتجه في منطقه قناه السويس. ده اول حاجه. تاني حاجه البنيه الاساسيه اللي اتعملت وكان في مقدمتها مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومتر اللي هي خفضت زمن العبور من 18 ل 11 ساعة، رفع كفاءة 6 موانئ من أول ميناء الأدبية السخنة في جنوب خليج السويس، ميناء الطور في جنوب السويس، ميناء شرق وغرب بورسعيد، ميناء العريش، ب4 مناطق صناعية. عملنا بنية تحتية الحقيقة يعني ممتازة في هذه المنطقة، والدولة تستهدف توطين عدد كبير من الصناعات زي صناعة السيارات، صناعة القطارات، الصناعات الهندسية، الكابلات، صناعة الكمبيوتر، صناعة السوفت وير، خدمات التعهيد اللي هي الاوتسورسنج، صناعات زي طبعا الصناعات التقليدية بقى الموجودة في مصر كانت الغزل والنسيج، الريدي ميد جارمنتس اللي هي الملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية. كل هذه الصناعات مؤهلة ان هي تطلع في هذه المنطقة منطقة قناة السويس الاقتصادية. والفكرة انه الاقتصاد اصل الناس فاهمة ان هو حاجة استاتيك حاجة ثابتة، لا الاقتصاد دايناميك يعني داي العجلة كده لما بتدور يبدأ حضرتك تكتسب ثقة اكتر، هذه الثقة تجيب لك ناس اكتر تجيب لك مستثمرين اكتر، فحتى قوة الدفع مش محتاج قوة دفع عالية. برضو مهم قوي ان احنا نذكر انه انخفاض قيمة الجنيه اللي كلنا طبعا كنا متضايقين منها وعانينا منها وأدت لارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة، لكن هي ممكن يبقى لها تأثير إيجابي لأنها خفضت أولا خفضت تكلفة مدخلات الإنتاج المحلية، خفضت تكلفة العمالة، لكن عشان نستفيد من الأثر الإيجابي بتاعها ده هيعتمد على شغلنا احنا بقى. طب احنا في زمن العولمة ونيو رأسمالية وبالتالي اقتصاد العالم مرتبط به رؤى علمية، فاحنا مش عايشين لوحدنا، هناك أنظمة وميكانيزمات في العالم عاملة زي الترس كده هو زي التروس. أنا عاوز قبل ما أدخل في هذه التروس أسأل حضرتك، أنت ركزت كخبير في فكرة التراكم الرأسمالي، هل الأولوية الأول للتراكم العلمي يعمل عندنا تميز علمي ولا تراكم رأسمالي؟ الاثنين. التراكم العلمي في فرق بين العلم اللي بيدرس في الجامعات حتى العلوم التطبيقية زي الهندسة وبين التكنولوجيا وبين النوهاو وبين اللي هي المعرفة. بمعنى النهاردة أنا ممكن يبقى عندي يعني مهندسين ميكانيكا على أعلى مستوى، ولكن لما تيجي تقول مثلا السيارات مش عايز طبعا أذكر أسامي عشان الدعاية، لكن أعلى ماركة في السيارات الألمانية، غير ماركة لكن نتكلم إن السيارات الكهربائية هي ترند، لا مش بس كده أنا بتكلم أعلى ماركة مثلا في السيارات الألمانية مثلا، هتلاقي الشركة دي متميزة في صنع حاجة معينة في الموتور والشركة التانية متميزة في صنع حاجة تانية في الموتور. صحيح. هتلاقي سر الصنع موجود عند الشركة دي أو الشركة دي. الفكرة انه ده ما بيجيش في يوم وليلة، ده بيجي من ان انا ببدأ زي مثلا ما كوريا عملت، ابدأ ان انا اصنع الاول سيارة بتستهدف اللي هو الفئة المتوسطة، الفئة تحت المتوسطة اللي هي مش محتاجة سيارات عالية الجودة قوي لكن محتاجة سيارات رخيصة. ده بيخليني اعمل تراكم راس مالي، اراكم عندي فلوس، اراكم عندي راس مال يمكنني من ان انا اصرف على اقسام البحوث والتطوير عندي اللي هي بتنتج بقى النو هاو او بتنتج الحاجه اللي موجوده مثلا في السيارات الكوريه ممكن ما تبقاش موجوده في السيارات الالمانيه، وكل ده بيتحمي ببراءات اختراع، بيتنس كوبي رايت اللي هي ملكيه فكريه وبراءات اختراع. طيب نقطه حضرتك بتقولها واحنا في يعني لابد نثبتها، فكره تراكم راس المال
تراكم الثروة بدأه اليهود في أمريكا يسيرون على هذا النظام، وأيضا المدرسة الصينية نفس الفكرة بتاع التراكم، والبريطانية طبعا الاستعمار البريطاني كان يحكم العالم لندن يعني الاستعمار البريطاني كان هو أستاذ فكرة التراكم الرأسمالي يعني بريطانيا وأمريكا. ليه؟ بريطانيا كانت الاستعمار البريطاني في أوجه أو في ذروة نموه كان بيعتمد على أنه هو ياخد من المستعمرات المواد الخام ويصنع الحاجات النهائية أو منتجات النهائية ويعمل تراكم للثروة عنده. أمريكا كانت معتمدة على تراكم رأسمالي من التوسع غربا في الأراضي الأمريكية نفسها، عشان كده كان أكثر استدامة من بريطانيا. طب ده طبعا بيسموه الأولد ماني كمان، العائلات اللي عندها تراكم مالي. حضرتك بتكلم محاسبيا طبعا، عشان في الحسابات بيبقى فيه التراكم او الاكوموليشن اللي بيتحسب، فدي نقطه ايضا هامه جدا سواء للدول سواء للشركات او حتى للاسر والافراد. يبقى تراكم راس مالي تراكم علمي مهم جدا، واحنا بنركز من غير تراكم راس مالي الصناعه بتاعتك تتاثر. بس انا برضو عايز يعني اشير لحاجه مهمه. اكيد اكيد، بس انا عايز اشير لحاجه مهمه. النهارده لو جينا قلنا فرض مثلا ان والله مصر محتاجه تزود صادراتها ما لا يقل عن 80 مليار دولار سنويا مثلا كمثال، هل معنى كده ان انا بوك او السنه الجايه لو ما عملتش ال 80 مليار دولار هيبقى عندي مشكله؟ الاجابه لا، مش هيبقى عندي مشكله. ليه؟ انا لو اثبتت للعالم ان انا عندي نموذج اعمال، هذا النموذج بيؤدي الى زياده في الصادرات، وهذا النموذج نموذج مستدين، بمعنى انا قادر على ان انا اداومه وقادر على ان انا انميه، ساعتها هتكتسب ثقه وهتلاقي 100 جهه مستعده تيجي تمولك. فكل الحكايه انه انا بثبت ان انا عندي نموذج اعمال، النموذج ده نموذج بينمو وقادر على الاستدامه، ساعتها بتلاقي ثقه وبتلاقي تمويل. طيب انا هروح لفاصل بس اثبت واثني على الكلام العلمي اللي احنا بنحطه في هذا الحوار. تراكم رأس مالي تراكم علمي من أجل الصناعة، ومؤخرا لو عندنا في مصر عاوزين فعلا نحقق هذه نموذج أعمال نموذج أعمال، أو كما أنت ذكرت تكون مقنع عمليا واقتصاديا أو تثبت ذلك، لابد تكون مقنع هنا هو بالزبط. اقتصاديا للعالم مش لنفسك. كلام هام جدا في مناخ الاستثمار في مصر، ولدي محاور كثيرة حول تحول مصر لمركز عالمي للترانزيت، وأيضا مجلس أعلى للوجستيات، وهناك آفاق، لكن لا بد من التميز الاقتصادي والعلمي في شيء معين، كما تايوان مثلا في أشباه الموصلات، كما مثلا نانو تكنولوجي، هندسة وراثية، ذكاء اصطناعي، المجال واسع. نتواصل بعد هذا التقرير. تعد المناطق اللوجستية في مصر واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تحتضن الدولة العديد من المناطق اللوجستية الحديثة والمتطورة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتحسين عمليات النقل والتخزين والتوزيع للبضائع والسلع. وتسعى الحكومة الجديدة عبر برنامج عملها إلى تنفيذ خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة، وذلك للاستفادة من موقع البلاد الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي. ويستهدف برنامج الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في استكمال خطة إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ وزيادة طاقة استيعاب الموانئ الرئيسية ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية بالتوازي مع تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية. كما تعمل الدولة على إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، إلى جانب تطوير عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. لا شك أن المناطق اللوجستية المصرية تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات
إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة، من أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولا وخروجا، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات لمصر. عاد مرة أخرى مشاهدينا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والذي هو شعار الحكومة الجديدة. دكتور أيمن، يعني الرأسمالية فشلت مؤخرا في العالم بشكلها التقليدي، وأصبح الآن البحث في العالم مش عن الكابيتاليزم أو الرأسمالية، عن نظام جديد، والصين عملت ليها نظام على سبيل المثال رأسمالي ولكن له بعد اجتماعي معين، ونحن نتحدث عن المشاريع المصرية التي تندمج مع الاقتصاد العالمي الجديد اللي احنا لسه سوف يبزغ. كيف ترى من خلال تراكم رأس المال وتراكم العلم أن نذهب إلى رأس مالية مصرية ذكية جذابة عالميا، مقنعة عالميا، لكنها أيضا لها رؤية مستقبلية جديدة؟ والله هو سيادتك بتطرح كذا قضية. أولا قضية فشل الأنظمة التقليدية عالميا. احنا الحقيقة بنتمتع ان القيادة السياسية عندنا قيادة منفتحة الفكر وبتستقي فكرها الاقتصادي، لو نقدر نقول من اهم ثلاث مدارس اقتصادية موجودة في العالم النهاردة. هلا وهم؟ المدرسة الاولى هي مدرسة الرأسمالية التقليدية او رأسمالية السوق الحرة الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية وفي بريطانيا، وهي بتركز على ان كل سلعة تتباع بتمنها الحقيقي، تمنها للتفريض قوى العرض والطلب للوصول الى اكفأ توزيع الموارد. دي اول مدرسة، بس بنوازنها بمدرستين. مدرسة سوق الرفاه الاجتماعي الموجودة في الدول الاسكندنافية وألمانيا وفرنسا، اللي هي بتحاول توفر الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء لمحدودي الدخل بأسعار ممكنة أو أسعار أفوردبل، أسعار يعني في متناول يد محدود الدخل. والمدرسة الثالثة وهي مهمة جدا بقى هي مدرسة الرأسمالية الموجهة، اللي هي يعني طبعت دول جنوب شرق آسيا، اليابان، النمور الآسيوية، ثم الصين فيما بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هي بتشتغل على رعاية الإنتاج ورعاية المنتجين، بالذات صغار المنتجين، بالذات المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهيات الصغر. سيادتك لما بتطرح فكرة ان احنا يجب ان نتميز في شيء ما، الناس ممكن يتهيأ لها نتميز في شيء ما ده محتاج بحث علمي. طبعا البحث العلمي محتاجين، لكن محتاج بحث علمي عالي، ومحتاج ان انا ابقى نمرة واحد في حاجة، مش شرط على فكرة. يعني انا لو عندي مثلا نموذج اعمال قوي ونموذج اعمال يعني كوهيسيف متماسك وكفء لتشجيع او لتشغيل المشروعات الصغيره المتوسطه المتناهيه الصغر، ممكن ده يبقى ميزه نسبيه عندي او ميزه تنافسيه عندي لفتره زمنيه لغايه لما عندي وادخل في مرحله تانية. ادي سيادتك مثال. مثلا احد الحاجات اللي عملت تراكم راس مالي في اليابان للمشروعات الصغيره المتوسطه المتناهيه الصغر، واللي هي بعد كده يعني نقلتها انها تبقى مشروعات كبيره، والنموذج اللي اقول لسيادتك عليه ده فشل في اوروبا. هقول لك فشل ليه في اوروبا. كانت الشركات التجاريه، ايه الشركات التجاريه دي؟ تيجي شركه تجاريه تبع الدوله قطاع عام، تيجي تعمل مثلا دراسه على السوق الامريكيه، مثلا تقول لك والله السوق في امريكا محتاج 100,000 تيشيرت مثلا بمواصفات معينه قبل موسم الكريسماس او قبل موسم الصيف. طيب تروح مطيره الخبر ده لوزاره التجاره والصناعه. الاول اللي بتعمل دراسه هي وزاره الخارجيه عن طريق القنصليه اليابانيه في سان فرانسيسكو وفي نيويورك وفي المراكز الكبيره في امريكا. تطير الخبر ده لوزاره التجاره والصناعه اللي هي تبعها شركه التجاره دي. تيجي شركه التجاره تروح عامله مناقصه، انا عايزه مشروع صغير، ورشه او مصنع صغير يورد لي 100,000 تيشيرت بمواصفات معينه قبل مثلا شهر مارس عشان نلحق ان احنا نبيعهم في امريكا. كده يبقى انا عملت الاتي: اولا شلت من على المشروع الصغير عبء التسويق، وهو اكبر عبء على فكره على المشروعات الصغيره. يعني احنا في مصر طبعا البنك المركزي عمل مبادره ال 25% لان كل البنوك لازم تبقى 25% من المحفظه موجهه للمحفظه اللي هي حتى بدون ضمانات موجهه
المشروعات الصغيره المتوسطه المتناهيه الصغر، و10% للصغير والمتناهي عشان ما تهربش للمتوسط. بس التمويل لوحده مش كفايه. انا اهم تحدي بيواجه المشروعات الصغيره هي التسويق، وممكن تلاقي انه بينزل مثلا واحد مسوق من الصين من الهند من ينزل عندي ويشتري من الشركات الصغيره البضاعه بنص ثمنها، وبعدين يروح ياخد هو الارباح كلها ويبيعها بره. النموذج الياباني اللي بيقول سيادتك عليه بيحقق كذا حاجه، اولا بيحقق اسعار عادله للمشروعات الصغيره فتقدر تكبر، بيحقق نمو وبيشيل من عليها عبء البيزنس ريسك او مخاطر الاعمال او مخاطر التسويق، وبعدين مبيعات المشروعات الصغيره، ودي مهمه جدا للحكومه بالعمله المحليه، مبيعات الحكومه للخارج بالعمله الصعبه. نفس الموديل ده، البيزنس موديل ده اتعمل في اوروبا، لكن قال لك الشركات التجاريه دي هتبقى شركات مساعده على التسويق، فشلت. ليه؟ هي لو ما كانتش بتتولى بنفسها البيع او الشراء من الصغير وتبيع بره مش هتنفع. الفكره بقى ده عمل تراكم راس مالي للمشروعات الصغيره في اليابان، حولها لمشروعات كبيره لغايه لما حتى جزء كبير من الشركات التجاريه دي قفل، لان خلاص ما بقتش محتاج لها. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الميزه النسبيه بتاعتي بتتغير بالمرحله اللي انا فيها من مراحل النمو الاقتصادي. صحيح. ولكن لازم دايما اوازن، تبقى التنميه متوازنه، بمعنى يبقى التراكم الراسمالي يبقى ماشي مع التراكم العلمي مع المرحله اللي انا بدور فيها. والله انا النهارده بقيت رخيص بالنسبه للعالم لان عملتي المحليه قلت. دي ميزه بس استغلها، زي ما الصين غلت بعد ما كانت رخيصه. دي ميزه انا استغلها. وبعد الصين غلت، الصين بدات الاصلاح الاقتصادي سنه 1980. في سنه 2005 الصين 2005 ولا 2004 2004 الصين طلعت رائد فضاء. طب الصين كانت هي ثالث دوله في العالم تطلع رائد فضاء في 2004 بعد امريكا وروسيا. الصين ما دورتش تطلع رائد فضاء في الثمانينات او التسعينات. ليه؟ بقول لحضرتك فكره حرق المراحل، انا اولا مش عايز تحرق المراحل، لكن ايضا خبراء يتحدثون ان احنا مش هنخترع العجله، وممكن نبدا من النهايه ان احنا نشوف النماذج الناجحه ونبني عليها. اكيد. ما هو بقى التوازن بقى، يعني من ناحيه انا مش عايز احرق مراحلي، لانه المراحل القليله تبني قاعده صناعيه وقاعده راس ماليه، والمراحل القليله لسه عندي فيها ميزه استغلها. فمش عايز انا احرقها، في نفس الوقت مش عايز ما يبقاش عندي طموح واقول لا انا مش هروح في الهاي تك، لا لازم يبقى عندنا التوازن بقى. طيب دي رؤيه حضرتك على هذا التوازن، وهي رؤيه طيبه. عاوز اسالك كخبير مصري وعالمي في مجال الاقتصاد وكذا، الان نحن نمر بمرحله عالميه اقتصاديه واضحه في العالم وفي المنطقه وفي اقليم وفي مصر. السؤال، ما الذي يحتاجه العالم من مصر اقتصاديا او من التميز المصري؟ ايه اللي احنا ممكن نلعب فيه دلوقتي كرو موديل كنموذج؟ والله هو سيادتك برضه في الفصل احنا اتكلمنا على الجيوبوليتكس او الجغرافيا السياسيه. العلاقه بين السياسه والاقتصاد علاقه تبادليه. احنا من حسن حظنا ان النهارده احنا هناك عمليه او هناك استقطاب دولي ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. صحيح. نرجع تاني في الخمسينات يعني الحيويه السياسيه اللي كانت موجوده في الخمسينات ونمو دور مصر حتى على الساحه الافريقيه والعربيه، احد الحاجات اللي كانت استغلتها مصر هي برضو وجود حاله استقطاب دولي، ومصر كانت هي القائده او من قيادات الدول في عدم الانحياز. النهارده احنا عندنا كده، وعندنا عملية استقطاب دولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها الغربيين، سواء كانت أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية من ناحية، دول البريكس روسيا والصين ومعهم الهند دايما بتاخد برضو إيه يعني مجال متوسط، ما بت ما بت ما يعني برضو زي زمان أيام عدم الانحياز، رغم من دولها الأمريكية. لا ما من الأمريكية البريطانية بالأساس، يعني البريطانية، ولكن برضو هي لا عندها يعني لو بنتكلم حتى من زمان، من أيام الحرب الهندية الباكستانية سنة 71 كانت الهند بتحارب بسلاح سوفيتي، فالهند لا كان عندها طول عمرها علاقات قوية جدا حتى عسكريا وتكنولوجيا مع روسيا ومع الجانب الغربي. لكن طبعا هناك صراع هندي صيني تحت الطاولة من زمان، يعني أكيد. فالفكرة في إيه؟ إنه الدبلوماسية أولا الدبلوماسية المصرية سياسيا وعسكريا واقتصاديا بتسعى لعلاقات متوازنة.
جزء من أهمية، مش كل أهمية، لكن جزء من أهمية مصر الاقتصادية وموقعها الوسطي ما بين دول العالم، ما بين القارات الثلاثة القديمة، ما بين أفريقيا آسيا أوروبا، أهمية منطقة قناة السويس الاقتصادية مع المخاطر الآن في قناة السويس. لا ما جزء من ده، جزء من ده هو العلاقات المصرية المتوازنة اقتصادية مع الشرق والغرب. المخاطر الموجودة في قناة السويس دي مخاطر أنا شايف إنها مخاطر مؤقتة، لأن في النهاية العالم حساس قوي تجاه التضخم، فلو حصل تهديد للمجرى الملاحي بإن في هجمات مثلا حوثية في الجنوب، لا العالم لازم هيتحرك لإنهاء ده عشان ما يحصلش إن البضاعة تمشي في رأس رجاء الصالح والبترول يمشي في رأس رجاء الصالح يعمل موجة تضخمية عالمية جديدة. تأخرنا في تحويل مصر لمركز ترانزيت عالمي، شفنا تركيا بتلعب اللعبة دي من سنوات، شفنا أثيوبيا بتلعب أفريقيا اللعبة دي من سنوات، شفنا جنوب أفريقيا في المنطقة أنا بكلمك إقليميا، شفنا دبي بتلعب اللعبة دي من سنوات، هناك اتجاه سعودي أيضا للعب هذا الدور. تأخرنا، لكن أين دور مصر في هذه الكعكة إقليميا؟ والله هو مصر كانت الحقيقة قبل ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى السلطة كنا بنهدر كتير من مواردنا وأهمها قناة السويس. يعني أنا عندي قناة السويس دي بيعدي فيها 12% من حركة التجارة الدولية، يعني 12% من اقتصاد العالم، من حركة التجارة العالمية بتعدي من قناة السويس. ممكن أعمل منها شغل هايل، ممكن أعمل مناطق لوجستية لتخزين البضاعة اللي جاية سواء من أوروبا، من آسيا، من موانئ صغيرة، أخزنها أعمل عليها قيمة مضافة وأطلعها لجنوب أوروبا. بالذات ربط بقى قناة السويس بمشروع تنمية شمال سيناء الجديد اللي هو 620 أو 640 ألف فدان، آسف، منهم 240 ألف فدان غرب القناة و 400 ألف فدان شرق قناة السويس في محافظة شمال سيناء. جميل. لكن في الطيران تأخرنا في الترانزيت، وأنا ذكرت لحضرتك مطارات محيطة في المنطقة. الطيران النهاردة، لا النهاردة في مثلا في يعني بنشتغل على المطارات الموجودة في شبه جزيرة سيناء سواء مطار العريش. ما عندناش ترانزيت زي تركيا إثيوبيا إلى آخره عشان الوقت، بس مش بس هو عمتها. هو حاليا ما فيش، لكن بنشتغل على ده، وهناك خطط ان احنا نعمل ده وربطها بالمناطق اللوجستيه. ده هيفيد مصر في ايه بقى في لو دخلنا في كده؟ هو هيفيد مصر، احنا عندنا في علم الاداره حاجه اسمها سينرجي اللي هو التعاضد، بمعنى ان واحد زائد واحد ما يساويش اتنين، يساوي تلاته او اربعه. لما يكون عندي مناطق لوجستيه وجنبها مناطق للترانزيت ومطارات، يكون عندي بنيه اساسيه صديقة الاستثمار، يكون عندي الوثيقة اللي المفروض تعلن قريب إن شاء الله اللي هي وثيقة السياسات الضريبية اللي كان وجه بها السيد الرئيس في مجلس أعلى الاستثمار قراراته في مايو 23. كل ده بيعمل لي أرضية خصبة للاستثمار، وبالذات الاستثمار اللي احنا طبعا نفسنا فيه بندور عليه اللي هو في الهاي تكنولوجي اللي هو مفروض ينقل مصر إن شاء الله نقلة تانية للمستقبل. طيب أيضا إبرام شراكات مع شركات الشحن العالمية، ده مهم جدا. أكيد أكيد، احنا عندنا مناطق او محاور لوجستيه زي محور الدخيله، محور السخنه او محور الدخيله السخنه اللوجستي، عندنا اتفاقيات لتشغيل الموانئ، اتفاقيات لتشغيل المحطات اللوجستيه، كل ده بيزود من البوتنشال بقى بتاع الاستثمارات في المجال الانتاجي الخدمي اللي مصر بتسعى ليه، بعد ما مصر يعني استثمرت في المرحله الماضيه في العشر سنوات الماضيه مبالغ هائله، يمكن اكثر من 9 تريليون جنيه مصري في البنيه التحتيه لتهيئه البلد انها تستقبل كل هذه الاستثمارات. يعني تحسين مناخ الاستثمار في مصر يبدو فيه افاق جيده، لكن نحتاج ايضا الى التحول بقى بعد البنيه التحتيه الى الخطوات التي يشعر بها هذا الشعب وايضا مصر ككل. سعداء جدا بما اوضحته من بوتنشلز او احتماليات عاليه، وسعداء ايضا ب هناك حاله من الاستبشار ان شاء الله. ان شاء الله. نورتني دكتور ايمن غنيم استاذ اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه حول هذه الافاق الرحبه في مصر ان شاء الله اقتصاديا. الف شكر يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا ملفات، دائما ملفات من الابداع، بشكر كل فريق عمل البرنامج كلهم باسمه، وكان معكم احمد يوسف، الى اللقاء.